نعم، هناك فرق كبير جدا بين الحياء والخجل. فالحياء إذا كان ممدوحا فالخجل مذموم. لماذا؟ لأن الخجل معناه الشعور بالعجز وقلة الحيلة والقصور أمام الناس. إنسان عنده شيء من عدم الثقة بالنفس، قد يتطور هذا الشعور حتى يصل إلى مرض نفسي يسموه مرض الرهاب الاجتماعي، خايف يختلط بالناس، عنده إحساس بالقلة والدونية. فإذا كان الحياء ممدوحا فالخجل مذموم، ولا يليق بالمؤمن أبدا أن يكون خجولا، لأن الخجل شعور بالقصور والعجز أمام الآخرين. تمام. طيب دلوقتي في ناس كتيرة موجودة بنشوف في تصرفاتها ان هي عندها حياء، وفي ناس اخرى لا ما عندهاش حياء في التعامل، فالحياء هنا هل هو فطرة ولا خلق مكتسب؟ الأخلاق عموما منها ما هو فطري، يعني يولد مع الإنسان من بطن أمه. في إنسان بيولد كريم، يولد شهم، يولد حيي، يولد أمين، وهكذا. ومنها ما هو مكتسب، إنسان يكتسب هذا الخلق من مجاهدته لنفسه. أما الحياء بالذات فقد قال فيه أهل العلم أن أصله فطري، الحياء أصله فطري. أي إنسان، أي طفل يولد ومعه الحياء، وده بنشوفه كتير في أي مناسبة. لما أطفال بيكونوا رايحين مكان جديد ما يعرفوش حد فيه، مش واخدين على الناس اللي فيه، يستحي الأطفال من أن يأكلوا، أن يلعبوا، أو أن يتحدثوا مع الآخرين لشدة حيائهم. والقرار للإنسان بعد ذلك، الله تبارك وتعالى يخلقنا بالحياء، والإنسان لما يبلغ ويملك اختياره هو حر في أن يزكي هذا الحياء وأن يزيده، وإما أن ينتقص منه، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان عنده القدرة على الفجور وعنده القدرة على التقوى، والاختيار للإنسان. قد أفلح من زكاها، زكاها يعني إيه؟ نماها من الأخلاق الرديئة وطهرها وزادها حسنا وجمالا باتباع أوامر الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، من أطاعها ووافق هواها حتى أضلته وأصبح في حال لا يرضي الله تبارك وتعالى. فالحياء فطري يولد مع كل إنسان، والإنسان حينما يبلغ ويملك قراره الاختيار له، إما أن يبقى على هذا الحياء وأن يزيده، وإما أن ينتقص منه، والله أعلم.